حضرتك ابتكارك اللي قدمتيه في معرض جنيف له علاقة بالشرابات الضاغطة؟ ايه بقى الابتكار؟ هو عبارة عن ملابس ضاغطة لمصابي الحروق، معالجة ضد البكتيريا. هو اساسا الفكرة بتاعته ان هو بيعالج الحرق بعد التئام. بعد الالتئام بيبقى فيه بعد التئام الشفاء المريض خالص تماما، بيحصل في الجلد تضخمات وانكماش تمام والتصاق بالجلد. واحيانا بيستمر، بيبقى يعني زي عاهه مستديمه كده لو ما اتعالجش. فبيبقى النظام القماش بيرجع الجلد لحالته الطبيعيه، ومعالج ضد البكتيريا. طيب. بيلبسوا طب اشرحي الاول، حضرتك خريجه ايه يا استاذه؟ تربيه نوعيه قسم اقتصاد منزلي تخصص ملابس ونسيج. يعني انت اساسا، انا تخيلت ان حضرتك جايه من خلفيه، يمكن خلفيه تمريض، خلفيه صيدليه، انما انت جايه من خلفيه الملابس. النسيج. النسيج.